يسأل أو تسأل هل يجوز، يسأل هل يجوز أن يصلي صلاة نافلة سنة، مثلا سنة الظهر البعدية أو المغرب البعدية في المكان في المسجد صلى مع الجماعة، وهل يجوز أن يصلي في ذات المكان الذي صلى فيه، الذي صلى فيه دون أن يتكلم أو دون أن يتحرك لأنه سمع من ينهاه عن ذلك، فهل لذلك أصل؟ أقول لذلك أصل، لذلك أصل. فورد أن السائب صلى يوم الجمعة مع معاوية رضي الله عنه، فلما سلم الإمام يقول السائب: قمت في مقامي فصليت، أي في نفس المكان يصلي سنة الجمعة البعدية، فأرسل إلي معاوية وقال له: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، والحديث عند مسلم، والحديث عند مسلم، وذلك على الاستحباب يسن، يعني يسن حتى لا يعني تصل صلاة بأخرى، تصل صلاة بأخرى.